ولا قد جاء وقت الانتقام. وحياة امي يلا، مس انت ايه يلا، انت مالكش كبير يلا هنا ولا ايه يلا في الابلكيشن ده، مالكش كبير هنا ولا انت المره دي بس عماله تكتب لي في الكومنتات اعمل اندومي كوري، اعمل اندومي كوري. واقول لهم يا جدعان حاضر، يا جدعان ماشي، يا جدعان انا راجع وبتقلي، ما انا هرجع وبتقلي، ما انا يلا يا انت النهارده بس اهي الميه غلت اهي، صفي كده الميه. ونيجي بقى لاهم مرحله في الحوارات دي كلها، التوابل دي اهم مرحله اهو. نيجي بقى للكيس المهم، كيس الشطه، هو ده بقى نقلبه بقى كده كله على بعضه ويلا بينا عشان ناكل. ما هو يا انا يا انت النهارده، مفيش غيرنا احنا الاثنين، واحد فينا هيكسب. قول لي هو انا وربنا ما اسكت يلا غير لما اخلصك انا. انت تاني برضو؟ هو انت يا ابني ما بتحرمش خالص؟ يا بابا تاني وتالت ورابع، ومش هسكت غير لما اكله المره ده بابا. انت حر بقى اكش يجي لك البواسير. هو انا مش هسكت غير لما اخلصه النهارده ده اهي. انزل كده بتقلي كده عشان مش هحلك. يا نهار اسود، ياما ده الولد بيموت نفسه. بس كده وبكده اكون خلصت الهدوم الكوري. شفت كلامني انا انت يالا النهارده؟ بس كده هو ده اللي انا كنت عايزه، ولا اي حاجه عادي جدا. مش قادر يا بواسير، ياما مش قادر. قعدت اقول لك بلاش اندومي زفت على دماغك، بلاش اندومي زفت، قمت انت عامل فيها شبح وكلت الاندومي، واديك بتموت من بواسيرك دلوقتي اهو. سيبني في حالي يابا، هتعمل حاجه مفيده هتسكت، سيبني في حالي احسن. مش قادر هتعمل حاجه مفيده هتسكت يابا. اتصل بالاسعاف يابا، اتصل بالاسعاف، بواسيري مش قادر. نال على خيبتك. الو اسعاف؟ هو سيف عماد بتاع الاندومي الكوري ده، بدلته كل شويه تقوله عشان بواسيره. ايوه معلش، جاله بواسير تاني، حد يجي بقى يلا عشان يلحق.